لمدحت لمدحت ايوه هات الكوشي باقي تحت المريضة المريضة رقم 3 بسرعة السلام عليكم وعليكم السلام يا حاجي مطاوع اللي انت بتقول ده ما ينفعش بص يعني انت مشينا دلوقتي هتسمينا الحديد الماسك دي والدنيا خليتنا نصايحك دي لا يا خالد خلي نصايحك نفسك يا حاجي مطاوع البنت لسه صغير طبعا اقال خليها تتعلم حركات ابنك تبيك تبعديها يعني بيه وبتعلي ويا يعني لما تتعلم العلاقة هذا شاتري يا حبيبة أما أقول لك يا دكتور محمد ما تدخلش نفسك في الموضوع ده وعلى رأي المثل أنا راضي وأبوها راضي مالك أنت يا قاضي صور لأن أنت بتعمله غلط كده هتيجي في نفسك وأولادك ما قال لك يا دكتور إحنا راضيين وصدق اللي قاله يا داخل في الجيش أو صناعتي ما ينوبك إلا مصيبتي سلام عليكم بالحريصة بلا مزبوطي
انا من يومي لما اروح الدرج وكان حصل لي ايه يعني؟ سيبك منهم سيبك منهم، تعالى مع تفاهم. يلا يلا تعال كمل لي هاد. حاضر يا حق، انا عارف انتم مخلفين ليا، خليكم مخلفين عشان تدعوا قلوبي. ويا فوز اضرب كمان وكمان حتى على في كل مكان. ولا يقطع الفلفل اللي خلفوها. طب اللحى على الواد يا حاج، اما يقول لك زعل هو الاكل حرام؟ لا يا اختي، محرام محرام، ما هو شغال ياكل زي المنشار، طالع ياكل نازل ياكل، اكله مرأة وقلة صنعة. المهم بدك اعتذار. ماشي جاي لها عريس من كبارات البلد. انا نسوش يا حليلة يا حليلة، بس البنت شكلها غير والمقلوب مش هيرضى يكتفني. لا ما تخافيش، احنا نبقى ناخد البنت بالدكتور ونسمنه ونقول انها هي وهي بتختار اكبر من بنتي شوي. اللي تشوفه يا حاج، البنت بشر، هي البنت يا ليلي زي البنت. يا اعتذار يا اعتذار يا بنت. بالنعيمة يا ابوك، اعملي لي كوباية شاي وهاتيها لي بره. Yeah.
انجليزي حق. ده ولا انجليزي ولا حتى محط العربي، دي شويه شغابين. وايه ده كمان؟ صدقت ايه؟ ده مكتوب هنا تعيش وتاخد غيرها يا حجون. يعني ايه الكلام ده؟ ايه اللي عايزين تقول لي ايه؟ خد يا ابويا. I'm sorry.
من سلك طريقا يلتمس به علمه